هاي هاي الفترة الماضية أتوقع الكل بيعرف إنه هوسي بهالحياة صار هو البطيخ، مو البطيخ الفاكهة، البطيخ المسلسل. وحرفيا يعني أي حدا بيحاكيني لو تعال نحضر البطيخ صوتك مو طالع بالفيديو. هو تقريبا نزل من شهرين، حنعمل شاورما واحكي عن البطيخ لانه بحب احكي عن المسلسلات اللي بحبها. على فكره هذا المسلسل من المسلسلات النادره جدا يلي حبيتها من اول حلقه. ما حقول انا ما بحب مسلسلات، انا كثير بحب مسلسلات، بس عاده بحتاج 3-4-5 حلقات لاتعلق بالشخصيات لحتى اعتبر المسلسل ظريف. هو شيء بدنا نقطع الدجاجه. اما هالمسلسل حرفيا من اول حلقتين انه حبيتك. الكاست، القصة، الإخراج، التمثيل، كل شيء عجبني. أنا ما رح أحكي ملخص المسلسل، بس بدي أحكي عن الأسباب اللي أنا لقيتها إنه هي سبب حبي لهذا المسلسل. ليش اعتبرته كل هالقد مسلسل ينصح به أطباء الأسنان؟ ليش اعتبرته مسلسل يجب أن أنصح به الناس؟ ولحتى أحكي هي الأسباب لازم يكون عندنا فكرة عن الشخصيات أو عن القصة. ليك حأحكي ملخص بسيط عن القصة. هلأ المسلسل ببلش عنا بهي العائلة، هنن 4 أشخاص، أب وأم وولدين. الولدين سوري، الأب والأم ما بيسمعوا، الولدين الكبير ما بيسمع والصغير بيسمع. وبالتالي وبطريقة ما صار هذا الولد هو ملاكم، هو الشخص يلي بيعتمدوا عليه. يعني بشكل عام اجاهم حدا زيارة، حدا حاكاهم، صار عزب العيلة، صار كذا، اي مناسبة تتطلب الحديث مع اشخاص ما عندهم فكرة عن لغة الاشارة لازم الولد يكون موجود لحتى يترجم لهم. الولد بسبب هذا الشيء صار عنده مسؤولية زيادة عن اللزوم، يعني صار دائما يحس بالمسؤولية تجاه أغله. يعني يلي بيشوفه للأنجيول ما بيقول إنه هو بس طفل عمره 12 سنة، هو بنفسه صار يحس إنه هو إذا مو موجود فأهله حيكونوا مثلا بموقف بشكل بموقف حرج، مين حيترجم لأهله، مين كذا. أهله مقدرين هالشي هذا ودائما بيمدحوه، انت كنزنا، انت ملاكنا، انت صفارة انذارنا، انت تعجنا كذا كذا كذا. بالنسبة للأهل، هنا الأهل عم يمدحوا طفلهم، هنا مو حاسين انه هي الكلمات اللي هنا بالنسبة لهم مدح هي عم تكون زيادة حمل على كتفه. لأن هو كل مرة عم يحس انه انا لازم اعمل هالشي، لازم ما خيب أمل أهلي، لازم ساعدهم، لازم كذا. يوم ورا يوم الولد لسه بيحس بالمسؤوليات اكثر واكثر، لدرجة انه كان عمره 12 سنة وبالمدرسة عم يتعرض للتنمر وما عم يحكي لأهله لانه حاسس انه انا اذا حكيت لأهلي ممكن تصير مشكلة، ممكن الناس يعدوا يلوموا اهلي يقولوها انتو مثلا ما بتسمعوا، ليش خلفتوا، اذا ما انكم قادرين تربوا ابنكم ابنكم كذا. خاصة بالمجتمع الكوري في كتير تنمر ل أصحاب الإعاقات، لأي شخص يعني مو مثلهم هن بالنسبة لهم. فهو لا، أنت لازم تضل بالبيت، أنت ما لازم تطلع، أنت ما لازم تخلف. فالولد حاسس بهذا الشيء، لهيك بحس أنه لازم يكون عطول شاطر، عطول مؤدب، عطول مرتب، كرمال ما حدا يلوم أهله، كرمال ما حدا يقولهم أنتوا غلط تخلفوا، أنتوا ما لازم تعملوا. بيوم من الأيام بيكون هالضغوطات خلص تك 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 وصلت حدها، بيقوم بيكون قاعد قدام محل أدوات موسيقية، والزلمة يلي بالمحل هو زلمة ختيار هيك حجي مشغل غنية، الولد بيسمعها وبينهار بك هي القشة التي كسرت ظهر البعير. خلص مجرد غنية واحدة خلته يبكي.
الزلمة طلع وصاح حكى هاي في عظمي هون نادى لجوا خلى عمل له مثلا كاسة كاكاو كذا هيك وحكى معه فهم يعني الحالة وفهم انه الاشخاص اللي بيكون عندهم ضغوطات من هذا النوع بحياتهم لازم دائما يكون عندهم طريقة لتفريغ هاي الضغوطات. مثلا في ناس بتفرغ ضغوطاتها عن طريق هواية معينة، رسم، عزف، قراءة كتب، شوفت مسلسلات. في ناس عن طريق الحركة، عن طريق الشيء البدني، نركض، نلعب، نعمل، نسوي. فعرض عليه انه يعلمه العزف على الجيتار، وفعلا الولد بلش يعزف على الجيتار وكتير كتير كتير فرقت نفسيته بسبب هذا الشيء. يعني حتى التنمر ما عاد فرق معه، الضغط العائلي كتير خف، صار يحس انه اوكي في شيء كتير حلو بحياتي عم بيصير بسبب تعلقه بموضوع الجيتار، موضوع العزف. مرة من المرات هذا استاذه اللي هو الحجي عطاه غنية هيك كاسيت، قال له هذا الكاسيت في لحن مو مكتمل. قال له هذا لحن يعني في مغني مغمور من زمان عمل بلش بهذا اللحن بعدين اتقاعد او ترك الاغاني، فشو رايك تكمله؟ الولد كتير حب المهمة اللي عاطته او الوظيفة والتهى فيها بشكل كامل وعملها بيوم واحد، وطلع من البيت ليروح لعند هذا الحجي يورجيه انه هو كمل الغنية، وترك اخوه نايم بالبيت، اخوه كان مرضان واخذ ادوية ونايم. بهالوقت هاد صار حريق بالبيت، الاخ نايم، حتى اذا فاق ما حيقدر لا ينادي لا يتصل لا يعمل اي شيء، والاهل كانوا بالشغل يعني هن كانوا تاركين انه اونجيول هو المسؤول. بهالوقت هاد وصل الاسعاف وطلعوا للاخ، الحمد لله ما صار له شيء، بس الاهل لما اجوا وشافوا انه بس ولد واحد اللي برا جنجناهم انه نحن تركنا ولدين بالبيت، وين ابننا الثاني؟ الاطفاء عم تحاول تقوله للاب انه بس ولد واحد لقينا ما في حدا تاني، بس الاب ما عم يسمع يعني ما عم يفهم هن شو عم يقولوا له، لهيك بيدفشهم وبيفوت على البيت لحتى ينقذ ابنه اللي هو برايه انه الولد بالبيت، وين بده يكون الولد؟ هون بيوصل اونكيول وبشوف اللي صار، بشوف انه ابوه فات على النار كرماله حرفيا، فبحس بتانيب ضمير كثير. الاسعاف الحمد لله بيقدروا يطلعوا للاب يتشان اسم ابوه وما بيصير له شيء، بس خلص هون اونكيول بحس انه هو بين نارين، اما متعتي واما اهلي، انه انا لما التهيت بالشيء اللي عم يجيب لي المتعه تبعي، لما التهيت بتسلايتي انا هملت اهلي، كان حيصير لهم اذى. طبعا هو تفكير خاطئ، نحن دائما فينا نوازن بحياتنا، بس بالنهايه هو طفل عمره 12 سنه وهو هذا اللي شافه مع انطلق كل حياته، شاف انه استغفر الله انقطعت، شاف انه اهله معتمدين عليه بشكل كتير كبير، فهون رمى الجيتار وقرر خلص يترك هالشغلة. بتمرق 6 سنين، خلال هال6 سنين اونجيول كان دائما عايش هاي الحالة تبع يوم لا انا ما بدي اعزف والمتعة تبعي عم تسبب مشاكل لاهلي وانا لازم اختار اهلي واهلي هن اولويتي، ويوم تبع انا تعبت انا بدي اعزف. لما بنكون نحنا عم نخبي دائما هيك مشاعرنا ورغباتنا والاشياء اللي بتسعدنا وعم نضغط على حالنا زيادة عن اللزوم، هذا الشيء بخلينا باللاوعي نخزن كره او نخزن مشاعر سلبية تجاه حياتنا. يعني يمكن انجيول حياته منها كل هالقد سيئة، بس هو هيك عم يحس لأنه هو مخبي وكاتم بقلبه كل الوقت المشاعر السلبية، هو كل الوقت حاسس أنه هو المضغوط، هو اللي مسؤول عن أهله، حياة أهله من دونه صعبة، هو لازم يضحي بوقته وبساعته كرمال أهله. هذا الشيء يوم ورا يوم عم ينكتم بقلبه وعم يتجمع أكثر وأكثر لحد ما بيهون الأيام انفجر. أونجيول وصل لمرحلة صار يعزف بنادي مع فرقة
والاب بطريقه ما بتصير حوادث وقصص بيعرف انه انجيول بهي النادي كان عمرهم 18 سنه يعني فاقيله سنه والمفروض يصير بالجامعه او هيك شيء يعني. ابوه لما بشوفه هيك بيعصب وبلشوا يتخانقوا. فانجيول بيقول له انا حاسس بالضغط، انا ما بدي يكون ملاك، انا ما بدي يكون حارس، انا ما بدي يكون ما بعرف شو، انا بدي يكون انا بدي اعيش حياتي انا. وابوه بيقول له هي مو انت، مو هيك انت، مو هيك شخصيتك انت، من يوم يومك بتحب الدراسه بتحب الكذا، ليش عم تهمل دراستك مشان هالشيء هذا؟ انجيول بقى هذا شو بسموه الضغط الزايد يلي هيك بينفجر انفجار حقيقي. الاب بيقول له اذا انت كل هال اذا هاي مشاعرك ما بدك تكون يعني ما بدك تساعدنا او ما بدك تحس او انت حاسس انك مضغوط بسبب مساعدتنا المفروض تخبرنا، نحن عيلة واحدة، نحن المفروض العيلة اذا بتحترم بعضها تخبر مشاعرها لبعض. يعني انا اذا متضايقة منك متضايق منك انت ابني، انا لازم اقول لك انا متضايق منك لانك عملت كذا وكذا، وانت نفس الشيء اذا في شيء مضايقك المفروض تقول لي انا متضايق لانه كذا وكذا، مو هيك؟ هون انجيول شو بيقول له؟ بيقول له انت بكل الاحوال ما حد يفهمني لانه انت ما عم تسمع الموسيقى تبعي. يا شو معنك يا انجيول؟ لحظه يشعر بالندم بس انه خلاص انت حكيت هالكلمه اللي كثير بشعه، كيف بتقول لأبوك هيك شيء؟ حمل حاله ومشي بالطريق وعم يبكي ويندب حظه ويقول. بيجي فجأة هيك بيشتغل ضوء لمحل أدوات موسيقية تانية، طبعا هذاك الحج بيكون الله يرحمه تيسر. فهو لما بيشوف المحل بيرجع بيتذكر محل أيام زمان، بيقوم بفوت عليه بيلاقي زلمة يعني عادي في منتصف العمر معنو ختيان مثل هذاك الحجي، بيقول له انجيول انه انا بدي بيع جيتاري. طبعا هون انجيول بسبب تأنيب الضمير برأيي خلاص قرر انه again and again يترك هي الشغلة. هو دائما كان خلال هاي الست سنين بعلاقة متذبذبة مع العزف بسبب تأنيب الضمير انه لا ما فيني انا اعزف، فيني اعزف، ما فيني لا فيني. المهم بيجي بيقول له لعمه هذا، بيقول له بدي بيع الجيتار خلاص. بيطلع انجيول من المحل تكون الدنيا قلبة فوقاني تحت تاني كأنه بمكان تاني، بيحاول يفهم شو اللي عم يصير، بيطلع على الجرايد بيطلع على الكذا، بيلاقي حاله بعام 1995 يعني رجع بالزمن 28 سنة. بهاللحظة بيجي زلمة مو زلمة بيجي شاب بيقول له انت فلان؟ انه انا هاي تشان اللي اتفقت معك نلتقي بهذا المكان. انجيول هون تجي لحظة ادراك، لحظة ستوب وقف تصوير لو سمحت. انت هايتشان اللي مواليد كذا كذا اللي عمرك كذا كذا وهيك. هايتشان هلا هيك مسلم بيقول له شو بو هذا، مين هذا، ليش بيعرف كل هالتفاصيل عني؟ بيقول له ايه انا. انجيول ببلش يعيط ابي انت بتحكي انت كذا. انجيول ولا مرة كان بيعرف انه ابوه كان بفترة من الفترات بيحكي، كان كل الوقت مفكر انه ابوه مثل امه ومثل اخوه، ولده بالاعاقة السمعية ومن الاساس ما بيسمعوا وما بيحكوا. لهيك كانت صدمة كتير كبيرة لما شاف ابوه بعمر 18 عم يحكي. بالنسبة لي تقريبا هي كانت اول رسالة رائعة جدا يحملها المسلسل، يلي هي انه نحن ما بنعرف حدا بشكل كامل، حتى اهلنا ما بنعرف كل شيء مرقوا فيه، ما بنعرف الصعوبات، ما بنعرف الحياة اللي حاشوها. دائما بنفكر انه معاناتنا هي المعاناة الوحيدة بالحياة، معاناتنا هي المعاناة الاكبر بالحياة. طبعا انا دائما مع تقدير معاناة الانسان، معاناتنا الفردية، انه ما نستخف باحزاننا، انه اذا في شيء مضايقنا نقدره ونعيشه وكذا، بس بنفس الوقت ما نعيش دور الضحية وكأنه ما حدا مجروح غيرنا، ما حدا عايش حياة صعبة غيرنا. هذا الشيء من أكبر الأخطاء بالحياة لأنه بيخلينا عايشين بدائرة هيك منعزلة، ما عم نشوف إنه في غيرنا بالحياة. دائما نشوف نحنا أنا تعبة، أنا اللي كل المسؤوليات علي، أنا اللي الحياة صعبة. مو بس أنت،
ما في شيء انه انا تعبان وبس، انا حياتي شبابي صعب. كل الناس في مرحله من مراحل حياتها مرقت بشيء صعب. مستحيل حدا كانت حياته بقمه اليسر وبقمه الهي، هذا الشيء معروف. دائما في عسر وفي يسر. هون انجيول ببلش بقى يكتشف انه ايه، مو بس انا يلي شبابي كان صعب، مو بس انا يلي حياتي كانت هي الكحله سايله من على جنب، مو بس انا يلي حياتي كانت عباره عن معاناه ومأساه. لانه خلال هالفتره وقت بيقعد بال95 بيكتشف انه حتى امه كانت عم تعاني من العنف الاسري من مرت ابوها. حتى كان عم يوصل الموضوع مو بس عنف جسدي، كان حبس، كانت عم تحرمها انها تتعلم لغه الاشاره حتى. فكان الموضوع كتير صعب يعني. فهون هو اجته لحظه الادراك هي نفسها انه كلنا حياتنا صعبة، كلنا بنمرق بمرحلة من المراحل بيكون الشيء صعب، مو بس أنا. بس الشيء اللي صدمه بعد ما شاف معاناة أهله إنه هو ما خطر له ولا مرة يكونوا أهله معانين قد ما أهله قدرانين هلأ وهن كبار يفصلوا هذا الشيء ويعيشوا بسعادة مع أولادهم وما يعطوا إلا الشيء الإيجابي لأولادهم. لهيك هو ما خطر له حتى ولا 1% انه اهله يكونوا كمان حياتهم صعبة. كان فكر انه اوكي بس انا اللي انتو شو بيعرفكم قديش شبابي قاسي قديش حياتي قاسية. طبعا هاي نقطة من النقاط اللي كتير 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 حبيتها بالمسلسل. حسيح حالي حكيت كتير على فكرة. كل هذا اللي حكيته هو عبارة عن بس اول حلقتين وشوي من الباقي. من الشغلات طبعا اللي حبيتها كتير كمان هي اجواء العيلة، اجواء الرفقات، اجواء ال نعم نسيت شو كنت عم احكي، انه من اجواء الرفقة والشباب وهي القصص، وانه كلهم كانوا كل الشلة في عندهم بحياتهم مشاكل ومعاناة، بس مع هيك كانوا عم يحاولوا يعيشوا شبابهم بشكل سعيد وعم يحاولوا يفصلوا هذا المشاكل عن الحياة الحقيقية، عن الحياة تبعهم. طبعا اكثر شيء اثار استغراب البشرية باكملهم ليش اسمه البطيخ. الصراحة لسه سبب التسمية خلاني أحب المسلسل أكتر وأكتر. السبب مستوحى من لوحة فريدا. فريدا بحياتها كتير عانت. أول شيء كانت بتحب زلمة كتير عذبها بحياتها، بعدين صار معها حادث اضطروا يبتروا رجليها، وبسبب الحادث صار معها وتوقع مشاكل بالحمل، اشهدت 3 مرات على ما اذكر. نقصتيني يا الله على هالفتحة. فاخر لوحة بحياتها لفريدة كانت هي لوحة عبارة عن بطيخ بكل اشكاله واحجامه، وكاتبة على الحز النهائي من البطيخ فيفا لا فيدا. على فكرة هي ماتت بعد 8 ايام من رسمها لهي اللوحة. فالناس كانوا منقسمين بتفسير الجملة انه ليش حتى قالت تحيا الحياة بينما هي عم تعاني كل هالمعاناة هاي. في ناس كانوا عم يقولوا انه هي من الاستهزاء انه تحيا الحياة وانا بهالألم هذا. في ناس عم يقولوا انه لا، انه هي رغم كل الوجع اللي توجعته ورغم كل المعاناة اللي بحياتها لساتها معتبرة الحياة شيء حلو ويستحق العيش. وانا مع هي النظرية. وانا عم احكي عن قصة اللوحة وهي سبب تسمية المسلسل. صار عشق بالمطبخ وكملنا بعدين الغداء وكملنا ايش كان فما قدرت كمل التصوير. هلأ قررت، هلأ خلصنا غداء وقررت كمله على السريع واحكي. حاسة انه الفيديو صار كتير طويل فلهيك رح اختصر قدر المستطاع. هلأ سبب التسمية صار واضح انه البطيخ بشكل عام صار يرمز لا تمسكنا بالحياة ولا رغبتنا بعيش الحياة حتى إذا كانت بشعة، نحنا يلي بنحليها. ولهيك هو اسمه البطيخ المتلقلق. نحن نخلي الحياة بنشك بنشك عم تلمع. النقطة الثانية اللي كان بدي أحكي عنها أنه هي من الرسائل اللي كتير 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 حبيتها. رسالة أنه نحنا ما بنغير القدر، بس نحنا فينا نغير طريقة تعاملنا، طريقة تقبلنا للي عم يصير معنا. أونغيول عرف انه ابوه ما كان اصم من الولادة وصار هالشي بسبب حادث. لهيك كل الوقت كان عم يحاول يحمي ابوه من اي شي،
يعني من أي شغلة ممكن تصيب أبوه كان عم يحاول يحمي. ومع هيك إذا مكتوب إنه الإنسان إنه ينصاب بأي شيء، عم يصير هذا الشيء برغم إنه عم تتغير مثلا الأسباب والمسببات، بس إنه عم ترجع تصير أسباب جديدة ليصير هذا الحادث، لأنه نحن ما فينا نغير قدرنا، بس نحن فينا نغير طريقة تعاملنا وتقبلنا لهذا الشيء. هلا نحن صار عنا مثل كأنه خطين حياة، الخط الأول ما قبل رجوع أونجيول بالزمن، والخط الثاني مع بعد رجوع أونجيول بالزمن. قبل وقت صار معه الحادث ليتشان صار معه عمره 18 سنة، بس ما بلش مثلا تعلم لغة الإشارة لعمر 20، يعني هو ضل سنتين ما عم يتقبل الموضوع، ما عم يرضى يحكي مع حدا، ما عم يرضى يتواصل مع العالم، وضيع على حاله فرصة انه يدرس مرة تانية او هيك، خلص يعني ترك الدراسة وترك الشغل وقعد بالبيت اكتئب، ابتعد عن رفقاته حتى بعد أونجيول، وبسبب كتير مواقف هو خلاه يحس اكتر قديش هو ذو قيمة وقديش هو مهم بالنسبة له اولا، وبالنسبة لرفقاته، بالنسبة لعائلته، بالنسبة لكل الاشخاص. يتشان ما بقى نفس الشخص يلي لما صار معه مصيبة بده يستسلم، صار يحس انه اوكي انا عندي مصيبة، انا بدي ازعل، انا ما رح كذب لك انا ما رح ازعل، بس زعلي ما حيطول لدرجة انهي حياتي. وبخط الحياة الثاني يلي من بعد ما الانسان قدر حاله وقدر قيمته وقيمة الناس اللي حواليه، يتشان بعد الحادث تعلم لغة الإشارة، هو كان عم يتعلمها من قبل بسبب التقائه بأم أونجيول، بس إنه بلش فيها على أبكر وكمل دراسة، درس حتى جامعة بأمريكا خاصة لحالات الصم، وصار رجل أعمال، ما استسلم، ما ترك رفقاته، وضل متمسك بهي العلاقات. هذا الشيء بيورجينا كيف إنه نحن عن جد طريقة تعاملنا مع حالنا أولاً ومع الناس هي اللي بتفرق. القدر ما رح يتغير، بس نحن كيف بنتعامل هذا الشيء اللي بيغير كل شيء. كتير بحب هالمسلسل. اتوقع الفيديو صار جدا 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 طويل ويمكن ما حدا يشوفه، بس انا لما بحب شيء بحب احكي عنه، وحبيت احكي واعبر عن مشاعري وعن اسباب حبي له. لسه في اسباب كتيرة، بس هي الاسباب اللي خاطرة على بالي. وبس هيك، يعني اذا ما كنتوا شايفينه وشفتوا هذا الفيديو شوفوا المسلسل. باي باي.